إلى محافظة القليوبية، حيث أجرى محافظها عبد الحميد الهجان هذا الأسبوع جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قريتي كفر شبين ونوى بمركز ومدينة شبين القناطر، المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري. أكد محافظ القليوبية أن المبادرة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في قرى الريف المصري. زميلنا إبراهيم جودة كان مرافقا لمحافظ القليوبية في هذه الجولة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وأجرى لنا هذا اللقاء. احنا طبعا عندنا هنا مبادرة حياة كريمة بتطبق على مركز شبين القناطر. مركز شبين القناطر بيكون من 9 قرى رئيسية، 36 قرية فرعية، و 148 نجوى وعزبة. كل هذه القرى والنجوى والعزب بتتضمن بتعمل لهم مشروعات فعلا في كافة المجالات. احنا بدأنا فعلا على أرض الواقع، عاوز أقول لك إن احنا بنشتغل في 222 مشروع تقريبا، التكلفة بتاعتهم بتصل إلى 5.5 مليار جنيه، بخلاف مشروع تبطين الترع احنا بنشتغل فيه 32 ترعة بأطوال 136 كيلو متر بتكلفة برضه حوالي 500,000. ده في مركز شبين القناطر والقرى فقط، يعني المبادرة تقريبا دخلت فيه 6 مليار. يعني عمل لنا الصرف الصحي ما كانش عندنا، والغاز دخل لنا ما كانش فيه غاز، والمشاريع بيعملها برضو كويسة، والبحر هيوضبه وهيعمل الكوبري للناس تروح بيه مواصلات يعني وكده، وبتاع دهوت ويوضب البيوت اللي هي القديمة. يعني في مشاريع كتير عملها كويس لينا وقدمها كتير للباقي كويس. مشروع هم بعتولنا وقدمنا في المشروع وجالنا القنارب والبطاريات وجات لنا ببلاش وجات لنا لغايه البيت، واحنا خدناها اللي احنا نربيها وفتح لنا مشروع اللي احنا ندخل منه رزق للبيت.